حبايبنا الغاليين طلاب سنه رابعه الحلوين معانا مراجعه ان شاء الله مهمه جدا من كتاب الاضواء مراجعه شهر فبراير 2024 ربنا يا شباب وكل واحد ينول اللي يتمناه نرجع النهاردة ان شاء الله لغة انجليزية واسفل الفيديو هتلاقي رابط التليجرام بتاعنا عليه ان شاء الله مراجعات كتير نتمنى الكل يستفيد مع بعض يا شباب ركز هات كوبايه العصير هات القلم والورقة وركز معايا وحل معايا اول سؤال عندنا يا شباب بسم الله الرحمن الرحيم choose the correct answer from a b c or d the... يلا نختار مع بعض ونحل مع بعض I drank a of juice عايز اقول انا شربت of juice عايز اقول شربت ايه slice of juice a bucket of juice برضو لا طبعا bar of juice برضو لا carton of juice يعني علبة عصير يبقى الاجابة صحيحة number two خش على number two حل معايا هاني feel sick هاني يشعر ان هو تعبان He looks a bit يبدو ان هو مريض طب he looks a bit يبدو ان هو مريض yellow طبعا لا جرين هي طبعا جرين لان ده مصطلح هي لوكس ابيت جرين يعني يبدو ان هو مريض طبعا برضو وايت مش هتنفع وبلاك مش هتنفع السؤال الثالث يا شباب جراند با يعني جدو ابوكس اوف ميموريز يعني صندوق الذكريات when he was ايت لما كان عنده 8 سنين جرو يعني نما طبعا ما ينفعش او زرع ما ينفعش كروسد عبره برضو ما تنفعش period طبعاً ده كلام مظبوط بمعنى دفنة وvisited طبعاً غلط ليه؟ لأن كلمة visited يعني زار وطبعاً مش مناسبة لهذه الجملة number 4 سلمى lives in a سلمى تعيش in a ان in the city تعيش في اتول فورست forest غابة طويلة إجابة خاطئة اتول مونتين mountain جبل طويل برضو غلط اتول بيلدنج building مبنى طويل طبعاً إجابة صح وطبعا تري ما تنفعش ممتازين يا شباب نيجي للسؤال التالت يا شباب read and complete the text with the words in the box earth معناها طبعا الكرة الأرضية reptiles زواحف long يعني طويل هوم يعني منزل أو موطن ولونجست طبعا معناها الأطول طب the Nile نهر النيل It's the longest river in the world هو أطول نهر في العالم It's about 6.670 طوله طبعا 6670 كيلومترز طبعا بالنسبة للطول هتبقى long يبقى الإجابة long تمام كده يا شباب That's like traveling to the center of the earth وطبعا دوت زي بالظبط كده لما تسافر الى مركز الارض يبقى تو ذا ايرث تمام كده يا شباب ذا سنتر اوف ذا ايرث اتس فور ديفرنت kinds اوف فيش اتس اتس هوم يعني هو موطن هو مكان لأنواع مختلفة من السمك بيردز الطيور تيرتلز السلاحف one of the longest reptiles أحد هذه الزواحف طبعا تمساح النيل يعيش في هذا النهر اللي هو نهر النيل تمام يا شباب يبقى دي الكلمات اللي احنا أخدناها نيجي بقى للقطعه الجميله يا شباب The city mouse visited the country mouse in his hole in the ground. عايز أقول إيه بقى؟ طبعا يا شباب زار فأر المدينة فأر الريف in his hole in the ground في حفرته في الأرض. The country mouse فأر الريف was pleased كان مسرورا he gave his friend grass and seeds ادى لصديقه العشب والبذور the city mouse فأر المدينه invited his friend دعا صديقه ان هو يشوف المدينه he said the city was pretty قال له ان المدينه جميله and full of bright lights وفيها اضواء طبعا لامعه وانوار لامعه The country mouse الفار بتاع الريف was excited كان مسرور to visit the city ان هو يزور المدينة they caught a train أخذوا قطار ركبوا قطار at 8 الساعة 8 as it started to rain عندما بدأت السماء تمطر when they arrived لما وصلوا the both had a great time هما الاتنين كان عندهم وقضوا وقت جميل وفار الريف thanked the city mouse شكر فأر المدينة اول سؤال يا شباب ذي كوت هم ركبوا ايه اه باس طبعا مش اتوبيس بلين طيارة تاكسي لا طبعا ركبوا قطار تمام كده The underlined word please كلمة please اللي احنا قريناها في القطعة معناها ايه طبعا معناها هبي سيد حزين لا طبعا طير تعبان لا طبعا انجري غاضب برضو ما تنفعش الاجابة هي هبي يعني سعيد What did the city mouse say about the city الإجابة قدام حضرتك He said the city was pretty and full of bright lights قال إن المدينة جميلة ومليئة طبعا بالمصابيح أو الأنوار اللامعة الجميلة طب what happens when they arrived لما وصلوا إلا حصل ذي both هما الاتنين هاد a great يعني قضوا وقت جميل خش على سؤال read and write the correct form يلا نخش على التصحيح she doesn't watch television yesterday اول حاجة طبعا يا شباب هتبص على الجملة اللي قدام حضرتك هتبص تلاقي كلمة yesterday yesterday معناها ايه معناها امس من الكلمات اللي بتدل على زمن ال past simple الماضي البسيط يبقى doesn't دي غلط والمفترض يا شباب هتبقى didn't تمام كده مش على اللي بعده. نمبر 2 أحمد فيزيت هيز عنكل لما تيجي برضو تبص على الجملة دي عايز أقول أحمد زار عمه إمبارح. لما بص على الجملة دي هتلاقي كلمة لاست وكلمة لاست برضه معناها اللي فات السابق يعني لاست الأسبوع الماضي تمام كده يبقى برضه بتدل على زمن الماضي البسيط يبقى المفترض الكلمة اللي تكون معانا الفعل اللي يكون معانا فيزيت أزود له إيدي عشان يبقى في الماضي. Number 3 Where do they go last night? آه خلي بالك last ده دول على الماضي وبما إن ده سؤال يبقى الدو مش هتنفع على طول بسأل بفعل مساعد هو كلمة did. Number 4 We celebrated and sing songs عايز أقول إحنا إحتفلنا وغنينا أغاني طب كلمة غنى يعني إيه؟ يعني سانج برافو برافو شطار ممتازين الناس اللي حافظة هذه الأفعال بتجاوب بسرعة بكلمة سانج بمعنى غنى نيجي بعد كده يا شباب سؤال بانكتويشن شم النسيم is the oldest Egyptian festival عندك طبعا لما تقرأ الجملة هتلاقي هنا Egyptian المفترض الإي تبقى كابيتال تمام كده وعندنا كمان في الاخر خالص ان هو ما فيش فول ستوب يبقى مفترض احط ايه فول ستوب تمام كده يا شباب دول الحاجتين اللي مفترض سيادتك تعملهم نيجي بقى للسؤال الجميل الاخير معانا طبعا بيقول لك هنا ماي سبيشال داي يعني يوم خاص بيقول لك طبعا وات از يور سبيشال داي ايه هو اليوم الخاص بتاعك هاو دو يو سيلبريت ات يعني كيف تحتفل بيه طبعا ممكن تكتب حاجة زي كده Yesterday was my grandmother's birthday party طبعا يعني عايز يقول إمبارح كان الحفلة بتاعة يوم ميلاد جدتي My whole family أسرتي كلها came to celebrate جت عشان تحتفل I had two slices of the birthday cake أنا تناولت يعني قطعتين من التورته أو الكيكة بتاعة عيد الميلاد and a carton of juice وكمان إيه علبة عصير we played games لعبنا games and sang وغنينا كمان many songs أغاني كتيرة it was a day to remember إنه يوم جميل أن تتذكره تمام كده يا شباب خلصنا النموذج الجميل النموذج الأول من كتاب الأضواء النماذج اللي منزلها على اختبارات فبراير عجبك الفيديو دوس لايك وشير ولو اول مره حضرتك تشاهد فعل القناه شرفني بالاشتراك وما تنساش الجرس عشان ان شاء الله يجي لك كل جديد ولو عايزين نكمل يا شباب في نموذجين تانيين لو عايزين ان شاء الله ان احنا نشرحهم نلاقي تفاعل جميل على الفيديو ان شاء الله نشرحهم بامر الله وما تنساش كمان الاشتراك في رابط التليجرام اسفل الفيديو بتاع النهارده هتلاقي حاجات كتير ان شاء الله تساعدكم يا شباب في مختلف المواد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته